السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد ولا جريمة جديدة من الجرائم اللي كتوقع في الواقع الهولندي. كل يعني من الصور اللي كنضيف للفيديوهات من غير تمثيل الجريمة، نص فيهم حقيقيين ديال الأشخاص الحقيقيين، كما كان مثلا في القصة السابقة ديال هانس وريا، هذوك راه صورهم الحقيقيين. إذا ما كنتش مشترك معنا في القناة تشرفنا باشتراكك، ما تنساوناش باللايك، ما تنساوناش التعليق، أراكم تحفزونا. نبدأ القصة ديالنا. هو واحد ليلة من سنة 2006 وبالضبط في 14 يونيو، كتتصل واحد السيدة في السن ديالها 21 سنة بالشرطة بورمانديز، هذه واحد المدينة صغيرة هي في هولندا، وكتقول بأن واحد السيد هاجمها في البيت ديالها وطعن طفلين ديالها. وصلت الشرطة لعين المكان، تلقاوها يعني في صدمة، والصدمة هي ملي كيدخلوا لغرفة الطفلين رومي ودانيال، تلقاهم مقتولين، رومي 60 طعنة ودانيال 26 طعنة. وعلى عين بان هالطفلين رومي ودانيال ما كيتجاوش العمر ديالهم سنتين، وما بيناتهم 10 شهور، تخيلوا يعني بجوج بهم ما مكملينش العامين. المهم بعد المعاينه تسخت الام مركز الشرطه باش تدليب بالشهاده ديالها اللي كان يعني عندها جرح صغير في كرشها والدم في يديها وبعض قطرات الدم في السروال ديالها. والشهاده ديالها جات كالتالي، قالت لهم بان يعني في نفس اليوم كانت عند الوالدين ديالها، وكان الوقت داك الساعه صيف، يعني وصلها الاب ديالها في حوالي 9:30، 9:30 وصلها باها، وحوالي 10 يعني خرجت هي والاولاد ديالها باش تمشي لواحد الصلاك تجيب ما تاكل. في الطريق كيتعرضوا شي شباب طريقها يعني بغاو يتحرشوا بها، وما بين داك الاشخاص ولا داك الشباب كتعرف واحد الشخص اللي سميتو باني. المهم بعد المضايقه ديالهم رجعت للدار، دخلت الاولاد ديالها ينعسوا الغرفه ديالهم، وجلست وراء الكمبيوتر، يعني كانت وقتها كتشاطي مع واحد الشخص اللي سميتو ايفالد. هي جالسه كتشاطي مع هذاك والتليفون تيسرسر والهاتف يارين. شكون كان في الخط؟ كان واحد الشخص اخر، صديق اخر ديالها اللي سميتو بارس، تيقول بانه نسى واحد التليفون ديالو عندها وراه يجي ياخذو، وجايب لها مفاجاه ليها معاه. المهم جا عندها يعني من بعد دقائق وجاب معاه المفاجاه ليها. المفاجاه كانت سيدي هي يعني عباره عن 5 غرامات من مخدر الكوكايين، لان كيم مدمنه على الكوكايين. يعني نعرفوا هاد كيم شكون هي. كيم يعني فتاه ترزقت بالطفله الاولى رومي وهي على سن 19 سنه، بعدها يعني دانيال من واحد الاب هولندي حتى هو الاسم ديالو رول، وقع طلاق ما بيناتهم. نرجعوا لليله الحادثه، يعني كتقول بان منين جانا عندها بارس يعني الصديق اللي عيط لها في التليفون، جا عندها جاب معاه الغرامة ديال الكوكايين، جلس شرب معاه شي حاجة، استعملوا نصف غرام الكوكايين ومشى بحالو حوالي 12:30 د الليل. المهم بعد دقائق كتسمع الدقان في الباب، وعلى عين بأن هي ساكنة في عمارة، وداك العمارة خصك يعني باش تدخل خصك تصوني في الباب لتحت وهي اللي غتحلك، على عين بأنها كيم ما كتحلش باب الدار إلا ما عرفاش شكون. المهم ما عليناش،
هي قالت لك يعني مني مشى بارس مع 12 ونص دليل بحالو. المهم بعد دقائق سمعت دقان في الباب، الباب شقة باب الابارتمنت. قالت راه هذا بارس راه نسى شي حاجة وجا ورجع من موراها. المهم ملي حلات تتفاجأ بواحد الشخص اللي هو باني. باني هو اللي قالت بأنه كان مع الشباب اللي كانت غادي للسناك عرض طريقها. المهم ملي سولته على جا قال لها بأنه كيسال الإكس ديالها يعني أب الأولاد رول، كيسالو يعني 200 كيسالو 2000 أورو وراه جاي ياخدها دابا. قلت له رول ما ساكنش هنايا. المهم قال له واخا ناخدها من عندك انا. بعد عقد ورد دخلت للمطبخ هزات موس سكين ورجعت لعندو. المهم بدات تهدو. المهم قالت بما ان بني يعني صحح عليها خدا منها يعني خدا منها الموس سكين وطعنها في كرشها في البطن ديالها ودفع جرسها على واحد الطبلة أغمى عليها. في الحين دخل لبيت الدراري شد الباب ويعني وهنا هنا كانت الجريمة، هنا كانت الفاجعة. بدا بطعن الدراري ويعني حتى التحقيق معها ما تيبانش عليها شي حزن ولا شي آلام. عندها ألم في يديها اليسرى على علم بأنها هي كتستعمل يديها اليسرى يعني يسرية. كيف قلنا عندها الدم في يديها، عندها قطرات الدم في السروال ديالها وجرح صغير في البطن ديالها. ويعني منين وصلت الشرطة العلمية يعني مسرح الجريمة كيتبين بأن في الدار ما كاينش هناك، ما دارش عراك هناك، ما وقعتش مدابزة تما كاينة. تيعثروا على سيجارة وكأسين، هذوك الكأسين هما اللي شربوا فيه هي وذاك الصديق كي قلنا بارس اللي جا خدا التليفون ديالو وجاب معاه الجرامات. وحتى الطبلة اللي قالت بأن باني دفع عليها وجرس عليها فاش أغمى عليها تلقاوها يعني ما محركاش من بلاصتها إلى حتى الأتات اللي فوق منها مازال. تيعثروا على السكين اللي طعنوا به الدراري، وبالطبع يعني لا تصابوا بصمات الام على السكين، فالسكين ديال الدار يعني راه طبيعي باش غيكونوا بصماتها عليه. المهم لقاو واحد الفوطه حتى هي محشيه في الباس ماشين لا ماشينه لافي ولا نقولوا الغساله. لقاو واحد الكيس حتى هو فيه الدم. نسولوها قالت لهم بان رومي يعني جاها نزيف دم في الانف ديالها وغسلات لها به. ويعني حتى في البيت الداري قطرات الدم على الحيط والقطرات اللي في سروالها، يعني الدلائل كلها كتشير بان الام القاتله. ولكنها يعني كتصر على بان باني هو الفاعل الحقيقي على علم بان حتى الجرح اللي في الكرش ديالها قال الطبيب اللي شافها قال بان يعني هذاك الجرح ماشي الهجوم تقدر تديرو حتى هي بيديها. وزائد على الالم اللي عندها في اليد اليسرى ديالها، يعني منين غادي يكون هاد الالم؟ ما ننساوش بان البنت طعنات 60 طعنه والولد 26 طعنه، يعني 86 طعنه. راه بنادم اللي استعمل 86 حركه هكا غادي يحرقو، وبالخصوص عاود بالله مشط الرجم يعني في واحد الحاله. المهم نكملو قصتنا. ويعني هادشي كان كله كي قلنا الطعن كله تاثير تحت تاثير مفعول الكوكايين، لان كيف كنعرفوا الام كيف قلت راها يعني مدمنه على استعمال الكوكايين. يعني هاد الكلام اللي واجهتها به الضابطه القضائيه ولا الشرطه، ولكن هي كتصر بان بني هو الفاعل، ما بغاش حيد من راسها، كتقول لهم بني هو القاتل. وحتى الكلام الشهاده ولا الكلام اللي قالت وحتى الشهاده اللي قالت بانها يعني منين رجع الاب ديالها للدار وخرجت يعني على الساعه 10 السناك، كتبت الشرطه بان
كيما ما خرجتش من الدار ديالها، لان الوقت اللي قالت هي خرجت كانت وراء الكمبيوتر، يعني ملي مشاو للهيستوري ديال الشات ديالها لقاوها الوقت كله جالسه كتشاطي مع المسمى ايفاوت، يعني ما حتى هذه شهاده عندها كاذبه. وعلى فكره بان هاد الجلسات الاستجوابيه اللي كانوا معاها يعني كلهم كانوا صوت وصوره، وداموا يعني حوالي 8 ايام الى حتى جا واحد ضابط اخر يعني وجهها قال لها يعني بان خصك تمشي تودعي الاولاد ديالك الوداع الاخير، يعني بحال نقولوا دارها تحت الضغط وما اعترفاتش. ولكن في السياره ملي كانوا غاديين بها على حساب باش تمشي تودع الاطفال ديالها اعترفت بما ينسب اليها في السياره، وحتى ملي رجعت لقسم الشرطه اعترفت صوت وصوره. ولكن المحكمه بعد مشاهده الفيديو هذا الاستجواب ما قدروش باش يدينوها، يعني قال لك هذا الشيء كله كان تحت الضغط، يعني كيف قلنا وحتى في السياره منين سجلات منين رجعت من وداع اطفالها وتسجل الاعتراف صوت وصوره، من بعد اسبوع كتسحب الاعترافات ديالها وكتقول هذا الشيء بانه كان تحت الضغط عليا باش نمشي نشوف ولادي ونودعهم الوداع الاخير، وكنت ما بين خيارين، يعني ما كانش عندي شي خيار اخر. ولكن باش نقولوا بان الدلائل كلها ضدها، وحتى هانتوما كيشفنا قطرات الدم يديها اللي كتحرقها الدم اللي عندها هنايا، قالت لك مشات تهز بنتها، ولكن منين جاو حتى البنت لقاوها محركه فعلا، ولكن ماشي باش تهزها، ولكن كيف قال لها الضابط قال لها البنت كانت تتقاوم من مسكينه داك الشيء باش تحركات. المهم كيف قلنا الدلائل كلها ضدها، وحتى الجيران داك الليله ما سمعوا صداع، ما شافوا بني خارج ولا داخل، وحتى الصديق اللي كان صديقها اللي كان عندها بارش وشحال الاصدقاء عندها، الصديق اللي كان عندها بارس ما كيعرفش هاد الباني، ودل بشهادته بان كان عندها وجاب 5 غرام د الكوكايين وخلاها عندها. وحتى الطليق ديالها جاب شهادته تيقول لك هو ما كيعرفش هاد الباني، ولا كان شي واحد تيسالو شي حاجه راه غادي يمشي عنده، راه تعرف فين غادي يسكن، غيمشي عنده للدار، يعني ما غيمشيش عند الاكس ديالو، ولا غادي يمشي يقتل الاطفال ديالو. وفي سنة 2007 يعني 6 شهور من بعد يوم الحادثة جا يوم المحاكمة، وبعد اطلاع القضاة على الفيديوهات يعني ما دانتهاش المحكمة وحكمت عليها بالبراءة ما تبعتهاش قتل أبنائها. أنا ما فهمتش هذا القضاء الهولندي كي داير، هاد الدلائل كلهم وهاد الاعترافات يعني، وهكاك قولوا لنا نتوما شنو رايكم في هاد القضيه، وقولوا لنا شكون يكون الجاني، ونطلب الله نستافدوا وناخذوا افاده من هاد الجريمه، وحتى الموضوع ولا القصه الجايه. السلام عليكم.